تابعوا بالنشاط الاخباريه حركه نفط لتصوير كليبات لنجوم شركه روتانا. اليوم جديد وكل شيء جديد بكل ما بالمعنى للكلمه، جديد فله اغنيه كان زمان، وجديد جهاز سعيد الماروق لانه من خلال هالكليب حيكون انطلاقتها بالوطن العربي كمخرج. كيف اجواء التصوير اليوم؟ منتابع سوا. قوم بدور شخصية كتير مهمة وكتير موجودة في العالم، يعني الخيانة طبعا تعرفوها كويس، يعني كل الناس أكيد إنه اللي ما يعرفهاش إن شاء الله عمره ما يعرفها، بس مبسوطة في الدور لأنه ما راح أحرق الفكرة، بس راح تشوفوا شيء دراما. كمان مثل ما انتم شايفين بركض وبعرق وطلعي وعودي. المبدعه، انا حسميها المبدعه جيهان الماروق، ابدعت في الفكره حقيقه، بوجود جوزها الغالي وخي الحبيب سعيد الماروق اللي كمان شرفنا وحضر، فبتشوف كيف اعطى اهتمامه بحد مراته اللي شجعها الاول. يعني انا بقول اول افتتاح لفيديو كليب وافتتاحها فل ان شاء الله. اتمنى انه كان زمان في فكره يعني حتقيس كتير. انا عم بصور وببكي وبعيد المكياج، يعني انا اللي عم بصور وعم ببكي، فما بالك اللي حيشوفه. يعني قصه عم تحصل كثير في مجتمعنا كل اسف. فله كثير هينه وكثير لذيذه وانواع، اهم شيء اللي بده يصور معك يقتنع انه انت عم تعمل له شيء حلو ويترك لك حاله، يعني فمرتاحه كثير مع فله. سعيد صعب كثير على السات، منه هين ابدا، يعني انا اذا كنت عم برجف اكثر من الميكرو عم برجف منه بصراحه، بخاف يصرخ فيي، بخاف لانه يعني جديدة لي أنا على السات يعني، بس لهلأ كل شيء تمام، كل شيء حلو وإن شاء الله حيضل كله حلو. حاس إنه جيهان عندها ستايل لإلها، مع إنه مبلشة بكليب صعب، ما عرف كيف، حسيت إنه لازم تعمل، كنت بحس إنه لازم تعمل شيء أسهل بالأول، بس مصرة هي تفوت بالفكرة، ما تدخلت أنا بالفكرة أبدا، تركتها هي على راحتها. هلا عم بشتغل مش بس مع جيهان، يعني عم حضر 3-4 شباب تا ينزلوا يبلشوا هن يشتغلوا، افتح لهم الباب وان شاء الله بيصيروا كمان نجوم. ما بتخاف التلميذ يدفع على استاذه؟ كل واحد بضل عنده بصمته، فما في بصمه بتشبه حدا. شبح فلة، شبح فلة بالضبط، انه هي توفت بعد الصدمة وشبحها والقصة الكبيرة، ما حقول لك، حخلي الجمهور والقصة قصة الحب بين مين يا ترى، فحخليكم انتو تحكموا. فلة عروس عم تتحضر العرسة، بده يصير معها شيء بهالليلة هاي وبعدين تعرفوا شو بده يصير معها. ولا كم مرة لبست فستان عرس بحياتك؟ كمان قمت بأوبيرات عروسة وهي الجزائر البيضاء، لبست فستان أبيض لأنه الجزائر يسموه الجزائر البيضاء، فغنيت أغنية للجزائر ولبست فستان أبيض. كمان يوم فرحي مع أبو سكينة الله يرحمه، إمتى كمان؟ يعني نفس شعور ما لبستي أول مرة بحياتك؟ لا أحلى. والله اكيد قبل ما تغيب الشمس جيهان عم تقلنا تايم اوت، لازم نتركك لتكفي مشاهدك، يعطيك العافيه. هلا جاء دور الحادثه، انا مش هقول اكثر. كانت معاكم فله جزائريه من اخبار روتانا. فله جزائريه عبر شاشه روتانا، بنتمنى التوفيق لفله والتوفيق لجيهان سعيد الماروق، ونتمنى من وراء هالكليب يصير اسمك كمخرجه جيد جدا بالوطن العربي. كان معكم من موقع التصوير عماد هواري، وعودي سوا للاستوديو.